يقولن أخواتنا أو تقول إحداهن: لي والد يصلي ويصوم وأدى فريضة الحج عدة مرات، ولكنه يدخن وهو متمسك به تمسكا شديد، وهو عارف أنه حرام ويقول: لا أستطيع التخلي عنه. وكم سمع من حضراتكم في برنامج نور على الدرب عن التدخين ولكنه لم يبطل، ويطلب مني أن أحضر له النار والتثم، وإذا لم أفعل ذلك سوف يغضب غضبا شديدا. هل أكون آثمة عندما أساعده على المنكر؟ وجهوني جزاكم الله خيرا. هذه بلية ومصيبة. الواجب أن يكون عنده عزم وقوة إيمان ويترك هذا الشيء ولا يضعف أمامه ولا يتسلط عليه الشيطان، ويستعين بالله عز وجل والله يعينه. الناس الذين دخل الإيمان في قلوبهم تركوا أولادهم وأوطانهم وهاجروا في سبيل الله وتركوا المعاصي عموما وتابوا إلى الله من أعمالهم التي كانوا عليها وقد يكونون ألفوها، ولكنهم بقوة إيمانهم صحة عزمهم أعانهم الله فتركوا ما يحبون من أجل الله عز وجل. فهذا رجل مؤمن يجب عليه أن يترك الدخان لأنه ضار ومحرم خبيث، يجب أن يكون عنده عزيمة صادقة وإيمان يعينه على ترك هذا الخبيث. أما من ناحية أنه يأمر بإحضار الدخان له وإحضار النار، فهذا أمر لا يجوز أن يطاع فيه لأنه معصية، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وهذا مأخوذ من قوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. نعم.